دي النهارده بنعمل الجاتوه. شايفين احنا عملنا الطبقه الاولى وبعد كده الطبقه الثانيه اهو. شيف معانا ما شاء الله. ودي طبقه الكريم شانتيه الاولى كنا حاطينها بالشوكولاته. دي بقى الابيض شوكولاته. طيب اهو شوكولاته اهو. الحمد لله. بس ممكن ناخد الشوكولاته اللي هو المره اللي فاتت اللي احنا صبيناها عليه. يبقى تمام. ما كده بتدي بقى ايوه الجناش ده عيوش وعصير معلب وزي طبعا عن كل صح زي الشوكولاته زي التورته بتاعتك اللي تغطى كل بس هو المفروض يبقى ايه؟ المفروض يبقى فليزر عشان ايه؟ شوكولاته بيضاء دي شيف؟ يلا اعكس 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 تمام؟ جميل بس هو لما كنت هنعمل الجلاش. حطينا السمنه اهو وعملناها في الطاسه. وادي اهو بنقطعه قطعناه جزئين اهو. وبعد كده هنقطعه تاني. ايوه كده هتبقى مربعه 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 مربعها. نمسك طبقة طبقة يعني اهو طبقتين اهم وادي طبقتين تاني اهو. هنمسح بالسمنة بعد ما دهناها اهو. هنستخدم حاجة نلف عليها هنستخدم حاجة نلف عليها اهو زي ما الشيف معانا اهو. وهنكشكشها اهو. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ طعامة اهو يا جماعة. الله الله. وهنكرر العملية دي اكتر من مرة يا بنات اهو. بنكرر العملية كذا مرة. بندهنها الاول. عاش الشيف سمر. بعد كده بنلفها. بنسيب حتة فيها ايوه. بنسيب حتة كده ايوه. بعد كده بنكشكشها. الله عاش عاش عاش. بعد كده بنعملها على شكل وردة. الله ايه الجمال ده؟ ايه الجمال؟ ايه الحلاوة دي؟ الجمال عدى. وبعد كده اهو وهنكملها زي ما كانت. وبعد كده هنحطها في الفرن. وبالهنا والشفا. مساء الخير عليكم وعلينا جميعا. النهاردة هنعمل تشيز كيك. دلوقتي دي الكريمة لباني ودي البسكويت احنا مفكينه كده شويه مفرفرينه يعني. وده كريمه فريش. وده حبه دقيق. وده ليمون مبشور وعصير ليمون دلوقتي معانا الشيف العظيم هيعمل لنا حاجات تحفه يا جماعه في تشيز كيك. توكلنا على الله. معانا الشيز كيك ايوه. هنعمل البسكوت بياخد زبده البسكوت تمام. شويه سمنه تمام. فلفل سمنه كده ايوه. طب ليه بنعمل كده؟ نجهز الفرن بتاعتي. ليه؟ على حراره كام؟ على حراره 170 تمام. لمده 25 دقيقه تمام. ركزوا معانا يا جماعه. تشيز كيك اللي احنا بنجيبه من بره احنا هنعمله دلوقتي في البيت عندنا. نحطه في الصينيه كده. الصينيه اللي انا هعمله فيها ايوه تمام. خليهوش مرتفع يا دوبك كده ارضيه يعني. السمك يبقى خفيف يا شباب. جميل جدا. شايفينه متماسك ازاي مع السمنه.
دي شكله مختلف. على جنب تمام. هاي الكريمه، الكريمه دي احنا هنوزن سكر اهو قد ايه يا شيف؟ 350 جرام. نجيب السكر والجبنه والمكنه، احنا كده هنحطها في المضرب الكهربائي، الزبدة والسكر. جبنة اه جبنة، نحط الجبنة والسكر اهو مضرب تمام اهي. احنا دلوقتي هنستخدم 6 بيضات اهو زي ما انتوا شايفين. احنا دلوقتي احنا حطينا بيضه، وهنبدا نحط البيض الباقي اهو زي ما انتوا شايفين كده. نحط البيض الباقي برضو اهو، وهنسيبه لحد ما يتفاعل كله مع بعضه. دي الكريمه الفريش يا جماعه، نضربها كده بالمضرب اليدوي. سايله بس انا بفكها يعني. اه احنا بنفكها شويه كده علشان تبقى سايبه شويه. اه بالظبط. نضيف الكريمه عليها. هنضيف الكريمه اهو يا شباب اهو. كريمه ايه؟ فالتي؟ كريمه فريش. كريمه فريش. اهو. بضيف البشرة، بشر الليمون ده بنضيفه، بنضيفه على الدقيق. ليه بشر الليمون يا شيف؟ بشر الليمون بيدي طعم، بيدي طعم تمام. والزفرة كمان بتاعة البيض تمام اهو شايفين. الكريمة اساسا مالحة شوية، فبرضه بيه حامض مع مالح. المفروض لو مس كربوني هديها سنة ملح انها عدمة. وادي عصير الليمون. الشيز كيك ده ممكن اضيف له بلو بيري او ريس بيري او فراوله مطبوخه، اي حاجه عايزه احشي بيها يعني اخليه طعم تمام اهو. بننزل البسكوت اهو. طب احنا لابسين اللافلوت وكده، فمفيش مشكله ان احنا نعمل بايدينا طالما ايدينا معقمه وفيها جلوف تمام. ايه ده بقى يا شيف؟ روز بيري او بلو بيري او بلو بيري تمام. او فراوله مطبوخه او توت. اوكي توت يا عم. كده جاهز معانا، مجهزين الفرن. درجة الحرارة ايه؟ تمام 170 درجة. ايوه روحي. واحنا اهو بنزينها يا شباب. اوكي الله يا دكتك يا حركتك يا شيف. ايوه شايفين التقديم يا شباب؟ شايفين ايه الجمال ده؟ ايوه بقى انا هصور واعمل هو اللي انا اللي عامله في البيت. ما انت قاعد في الضراوة مالك ومال 200 ام اللي في النار اللي قاعده في جهنم دي. في جهنم برا؟ بس احنا في جهنم. يدخل علينا.